أضخم طائرات العالم وأول طائرة تم إنتاجها لتقديم خدمة السفر الجماعي في القرن السابق، وأول طائرة تم تصميمها بممرين وهيكل عريض ضخم وطابقين وصفوف ممتدة على طول البصر لكبر حجمها. من شدة فخامتها وقوتها كانت تلقب بملكة السماء، فهي حقاً معجزة الوقت الذي صنعت فيه، فقد كانت بوصلة التغيير العالمي نحو سفر واكتشاف عالمي فريد من نوعه، واستطاعت نقل أكبر عدد من المسافرين لتجوب بهم بقاع الأرض. كانت تمتلك سعة مضاعفة عن أي طائرة في وقت ظهورها، حيث وصلت إلى نقل ما يزيد عن 400 راكب في سبعينات القرن الماضي. ضربات أقدامها على الأرض كانت رمزاً لفخر الصناعة الأمريكية العالمية. فهل أتى الوقت الذي سيتم الاستغناء عن ملكة الأجواء واعتبارها شيئاً قديماً؟ هل تتذوق ملكة السماء الذل بعد عزة وسيطرة كبيرة في الأجواء؟ الطائرة الضخمة بوينغ 747، واحدة من أكثر الطائرات النفاذة شهرة، أول طائرة من نوع جومبو جيت، تنتمي إلى الجيل الرابع من إنتاج طائرة جومبو، والتي أحدثت ثورة خطيرة في عالم الطيران على مدى 5 عقود، واستحقت لقب الملكة. لكنها بصدد التخلي عن عرشها لصالح طائرات ثنائية المحرك تكون أكثر كفاءة منها. فآخر طائرة تجارية من هذا الطراز تم تسليمها لشركة طيران أطلس إير في شهر فبراير الماضي في نسختها للشحن التي لا تزال باقية بعد 53 عاماً من دخولها خدمة الأجواء. كانت تلك هي الطائرة التي أتاحت الطيران للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة قبل طائرة بوينغ 747. لم يكن بمقدور الأسرة العادية السفر جواً من الولايات المتحدة إلى أوروبا بكلفة يمكن تحملها وتناسب أغلب العاملين. لكن عهدها ولا الآن، ولن تحلق في السماء مرة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن أحدث نسخة من تلك الطائرة، وهي نسخة 747 الثامنة المستخدمة لأغراض الشحن، ستظل تحلق لسنوات. بيد أن الطائرة X-777 التي من المنتظر أن تحتل مكان الطائرة 747 على قمة سوق الطائرات لن تكون جاهزة قبل عام 2025 على الأقل، بعد تأخيرات عديدة وتعديلات إضافية تمت عليها.